السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم ملخص درس المساجد من وطني. طبعا في البداية، أولا مفهومة مبنى يقصده المسلمون في كل يوم لتأدية العبادة. رقم 2، متى بنيت المساجد منذ القرن الأول بعد الهجرة النبي إلى المدينة المنورة، بعد هجرة النبي إلى المدينة المنورة. سؤال 3، ما أول مسجد في عمان؟ مسجد المضمار في ولاية سمائل. من الصاحبي العماني الذي بنى مازن بن غضوبة؟ مكونات المسجد: المحراب، القبة، والمأذنة. الصحابي الذي اشتهر ببناء المحارب هو عبد الله بن قاسم من ولاية منح. في النقطة 7، أشهر المساجد في عمان قديما: مسجد النور في مرباط، جامع القناطر في إبرة، جامع بخا في ولاية بخا، وجامع البياضة في ولاية سمائل. رقم 8، مثال على مسجد عمان الحديثة: جامع السلطان قابوس الأكبر في ولاية بوشهر. 9، بماذا يتميز جامع السلطان؟ بالزخارف والنقوش وأركان الجامع ووجود المكتبة. دور المساجد قديما: مكان لتأدية الصلاة ومناقشة شؤون المجتمع وتعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن. ما دور المسجد حديثا؟ دور الثقافي المتمثل في إقامة الندوات والمحاضرات، إقامة حلقات تعليمية لطلاب العلم في مختلف الأعمار. رقم 12، أخلاقي دخول المسجد: التزام الهدوء والحفاظ على نظافة المسجد. هذا هو ملخص درس المساجد. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو.